ماتشات الموسم ده هتبقى يعني الاهلي والزمالك، وهتبقى رايحه ناحيه الاهلي قوي اكتر عشان اللي حصل الموسم ده والاجهاد للعيبه والاصابات والناس اللي وقعت كتير دي، والجمهور طبعا عامل مشكله كبيره، فهيبقى في صفقات كتيره بتهيألي الاهلي اكتر من الزمالك. يعني ابراهيم عادل، اسامه جلال، السيسي طبعا هيبقى اهلي وزمالك عشان في مشكله عليه، بسام طبعا زمالك. بالنسبه لابرز الصفقات المحليه، لو انتقل رمضان صبحي داخل الدوري المصري هيبقى من اقوى الصفقات، لو انتقل عبد الله السعيد داخل الدوري المصري هيبقى من اقوى الصفقات، لو انتقل ابراهيم عادل داخل الدوري المصري هيبقى اقوى الصفقات. دي الصفقات اللي ممكن تعول عليها ان احنا نقول عليها صفقات بوم داخل الدوري المصري. اغلى صفقه تبقى داخل الدوري المصري بتهيألي ابراهيم عادل، يعني كواليتي لعيب يلعب في اوروبا، دي هتبقى اغلى صفقه. وصبحي طبعا، محمد صبحي الجول لو في انتقال للنادي الاهلي. يعني السوق حكم انه يبقى في صفقات مدويه، فممكن يكون اعلى الصفقات ما بين رمضان صبحي وابراهيم عادل، دول ممكن يبقوا اعلى صفقتين داخل الدوري المصري. اكيد مبالغ فيه، ما الانديه بتخسر، يعني الانديه لو احنا شايفين عدد الشكاوي اللعيبه بالذات الاجانب للانديه هتلاقي يعني امر مبالغ فيه، لان انت ما كره في العالم كله بتكسب ما عدا في مصر بتخسر. بالنسبه لاسعار اللاعبين في الدوري المصري انا شايفه بالمقارنه بالدوريات في شمال افريقيا واللي حوالينا احنا مبالغين بصوره غير طبيعيه. لك ان تتخيل ان لاعب ممكن يكون بيلعب في الدوري الجزائري او الدوري المغربي بياخد 30 40 الف دولار ويجي الدوري المصري يطلب مليون و2 مليون دولار، دي كارثه على الدوري المصري، لان للاسف الشديد السوق ما بتحكموش قوانين ولوائح. هي مشكله في مصر ان انت مصر كلها بقت وكلاء لاعبين، يعني في ناس يعني مصر كلها اللي معدي يقول لك انا وكيل لاعبين، هي دي المشكله، ان هي دي اللي حصلت. بس مش اكيد مش الوكلاء، يعني الانديه برضو جشع بعض اللعيب، هي اللي يعني هي اللي موصله الاسعار للرقم ده، لكن هي من الوكلاء الوكيل ما هو الا اداه تنفيذ بيعرض.